اليوم اصطينا على فاجعة كبيرة اللي هو ضرب المنزل لجيراننا هذا اللي كانوا يحوى على نازحين أكثر من 50 نازح في البيت في دار القهوجي. اصحينا على مأساة ترويع الأطفال النساء الله عزك القزاز البناء على أولادنا على أطفالنا سمت بدنا على الصبح وبدعيوا أنه في مقاومة وفيه ناس مدنيين ناس نازحين ناس غلابة أطفال نساء لقينا جثة امرأة في هذا المكان. لقينا أول حاجة هنا مكان هذا المكان هيو لقينا إيد طفلة صغيرة عملناها في الإحرام. بعد ذلك دخلنا إلى المكان الله عزك عند المكان المجاري هذا عند الشخص فكانت جثة امرأة من النصف نصف الفقان الموجود والباقي لن يوجد. حسبنا الله ونعم الوكيل على كل حال. هذا اللي صار اليوم. اليوم في نازحين. هذا البيت اللي احنا واقفين فيه في اكثر من 120 نازح. البيت المجاور هذا اكثر من 150 نازح في هذا البيت المجاور. النساء الاطفال اقزاز كله تدمر اليوم. حسبنا الله ونعم الوكيل عليهم يا شيخ. خليها مريكة جوا مريكة جوا مريكة 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 اللي صار ضرب الدار بتاع 5 الصبح كان فيها طلعنا لحتى الآن 13 ثانية هذا اللي بيطلع الباب هذا مش حتى أيوة خلاص خليها جميلة بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. الحمد لله رب العالمين. اللهم أجلنا في مصيبتنا وأخلفنا خيرا منها. طبعا هذا البيت بيحتوي على تقريبا 50 نفر منهم نازحين أكثر من عيلة. تم استشهاد 12 شهيد وفي 2 مفقودين من الصبايا. طبعا الشهداء في منهم رجال ونساء وكبار السن وعواجيز وأطفال وما زال بعض المفقودين وفي لسه إصابات خطيرة جدا. والحمد لله رب العالمين. الله ما أخذ الله ما أعطى ولله ما أخذ. الحمد لله رب العالمين. كتابة أحد الشهداء من أولاد أخويا طبعا الله يرحمهم جميعا. من يسكن هذه الأرض ولا ينال الشهادة فقد خسر. أنا نازح أول شيء من غزة. نزحت أول شغلة عن صراط الاحتلال الصهيوني استهدفوا المنزل اللي أنا فيه ونجينا بعجوبة. طلعنا من صراط نزحنا على الزوايدة. لما اجتاحوا منطقة الزوايدة وصار خطر نزحنا إلى دير البلح. من ثم اليوم الصبح على الساعة تقريبا 5:50 تم استهداف هذا المنزل. ما وأنا صاحي ما لقيت إلا الأسبست بنزل على راسي. حطيت الحمامات علي عدل وقمت أتفقد أهلي وأتفقد أولادي وأتفقد مرتي وأتفقد بناتي وأهلي. قالوا ما فيش إشي. فاضطرنا نخلع الباب لأنه علق الباب. خلعنا الباب ونزلنا عند دار الناس. الحمد لله أول ما نزلت يعني لقيت أخت يعني بتصرخ انقذوني. الحمد لله حملتها وطلعناها من حيط لحيط عقبال مع الشباب نزلناها. الحمد لله طلعت فوق على السطح لقيت في شهيدة وبنتها. الشهيدة الله يرحمها ضلتنا مع البنت تقريبا قبل ما أجلس الإسعاف الدفاع المدني نزلناها حمل ما ضلتنا نمشي فيها. لما قدرت لما وصلنا هنا حملناها شهيدة لأنه ما تشاف الدمار هذا الكبير. وهي اللي صار. الحمد لله ربنا كتب لنا ثاني مره عمر جديد يعني والله يعلم ربنا يكتب لنا كمان عمر جديد ولا شهاده بيد الله.
واحنا بنحكي بنوجه للاحتلال يعني. احنا لو بدك تقصف كل بيوت غزه احنا موجودين هنا، احنا مش طالعين، احنا مش هنتهجر، احنا باقيين. لو بدك تجرف غزه علينا، لو بدك تدمر غزه علينا، موجودين وصامدين وقاعدين، لانه ما الولد بغزه مش هيموت له او ما يستشهد الا بغزه. احنا موجودين هنا واحنا صامدين هنا، وحسبي الله ونعم الوكيل في الاحتلال الصهيوني واللي معاه واللي بيدعمه. احنا دم نقيس؟ لا يا عم، احنا هذا احنا اصحاب الارض واحنا اصحاب الحق، وفلسطين لنا، فلسطين ترجع. احنا مش مزحزحين، احنا صامدين هنا ان شاء الله. أنا في الغرفة سمعت حس، سمعت عن إشي بالطاية، لقيت بنت بنتي عندي في الغرفة وقع عليها السقف، صارت تقول يما الحقيني يما الحقيني، صارت تقول يما الحقيني يما الحقيني، قمت أجري ست عين عليها ردم من السقف، ست عين عليها السقف وابنها وابني جنبها، وعندي نازحين كثير صار لأولادي صوته والشضايا عليهم والشضايا عليهم أجريهم. بعدين كنا نجري والدخل مش شايفين حاجة، وقع جلينا وقع فراشنا وقع السطح كله، هاي السطح كله، هاي كانت بنتي نايمة، بنتي كاني نايمة هين، والسقف كله وقع عليها وانجرحت لنا راسها وجرها، وصارت تصوت والنازحين صار يصوتوا عندهم مش شايفين حاجة من العتمة. حسبي الله ونعم الوكيل عليهم، حسبي الله ونعم الوكيل عليهم.